أخبار اليوم. اليوم وبنقول لكم ألف مبروك على الخلطة السحرية للسعادة، وبنقول لكم عرض ممتاز، عرض جميل. ايه بقى الخلطة السحرية للسعادة؟ وعايزين نعرف كل التفاصيل بتاعت الخلطة. عشان يتكلم انا عليا دوري، هو يتكلم بقى. هو زي ما اتفرجتوا النهاردة، احنا قدمنا المسرحية اللي انا بقى لي سنتين بكتبها، وانا بقول ده يعني سنتين كتير، فكنت محتار في افكار كتير ومجموعه من الصور كده بتطاردني في دماغي، وبحاول اشوف ممكن اطلع من ده عرض مسرحي ازاي. كتبت كتير وقطعت وكتبت وقطعت لحد ما وصلت لشكل شبه نهائي. ساعتها بقى بدات ادور على الكاست العظيم، الممثلين الهايلين كلهم الكبار اللي معايا. ساعتها قعدت اشتغلت مع الممثلين تاني. الاول سؤال سألته للممثلين، نفسكم في ايه؟ عايزين تعملوا ايه على المسرح؟ كل حد نفسه يعمل ايه؟ اللي قال عايز اغني، ولا اللي عايز ارقص، ولا اللي عايز اتكلم في موضوع معين. احنا شفنا كله بيغني وكله بيرقص، كله بيقدم حالة مختلفة. فاطمة اول مرة ترقصي على المسرح. ما انتش وانت صغيرة وانت لسه صغيرة. فاطمة عملتي حالة جميلة، اتكلمتي عن بفلوسي، عملت كل حاجة بفلوسي. نقدر نقول ان خلطة السعادة اللي بالفلوس حقيقية؟ لا، هي مش مبسوطة، هي جاية علشان هي عندها كل الحاجات وتقدر تروح تتعشى في ايطاليا وترجع، بس هي مش مبسوطة لانه هو المشاعر والدفى هي فقداهم، هي بقت لوحدها. هي زمان في حياتها الاولى، بداية حياتها كانت فقيرة وكانت في حي فقير، بس كان في حميمية وكان في دفا وكان في ناس بتحب بعضها، كان في جيران بيفرحوا سوا وبيحزنوا لبعض. دلوقتي هي بتعرف الاخبار يا اما من على النت، يا اما حتى لو في خبر وفاة جار من الجيران بتقراها على ورقة في الاسانسير او على الامن ورقم التليفون اللي يحب يعزي. يعني تخيل لما يبقى سرادق العزا كله موبايلات ما فيهمش بني ادمين، يعني المسألة بقت مأساوية. لا الفرح لوحدك حلو ولا الحزن لوحدك يطاق. فالمسألة هي دلوقتي بقت معاها فلوس كتير ومعاش ناس. زمان كان معاها ناس كتير ومعاش فلوس، وفي الآخر في ختام مشهدها الإنسان عمره ما بيرضى، ولو رضي ما يبقاش إنسان. شادي، كتبت وأخرجت مسرحية بتتكلم عن السعادة. عايزين نعرف الأول، أنت سعيد بالمسرحية دي؟ سعيد جدا. سعيد جدا بالمسرحية، سعيد الجمهور، سعيد من الممثلين اللي معايا سعداء وراضيين وانهم حطوا ثقتهم فيا وفي التجربة. سعيد ان انا واقف على الخشبة دي، خشبة مسرح الهناجر، دايما بتبسط وانا واقف عليها كممثل، وما خذلتنيش وانا مخرج. والحقيقة لا، يعني احنا سعداء بنجاحنا، ونتمنى ان العرض يفضل موجود ويستمر ونلف بيه مصر كلها الاول ونخرج بيه بره مصر كمان. سؤال ليكم انتوا الاثنين، العرض ده مدته قصيره قوي، يمكن في ناس كتير حابه انها تشوفه بس ما لحقتش. هو السيزون الاولاني 15 ليله عرض، يخلصوا كمان 4 ليالي يوم الجمعه الجاي، بعد كده في سيزون امتحانات، بعدها في رمضان، فاحنا ان شاء الله راجعين في اخر رمضان ومع عيد الفطر ان شاء الله، وده الوعد اللي احنا واخدينه حتى الان. قدمت تابلوهات جوه الحاله المسرحيه، يعني كنا بنبقى شايفين في خلفيه فيها ممثلين بيقدموا حاجه واللي في الفرونت بيقدموا حاله تانية. ده كان جديد عليك؟ كان جديد عليك يا فاطمه؟ انا التجربه كلها جديده ومرعبه، وانا اول مره يعني هم يعني في فرق سن كبير بيني وبينهم، فرق يعني تقريبا 3 سنين. لا خلينا صراحه، يعني انا من جيل وهو من وهم من جيل تاني خالص، فانا هم من جيل ولادي. لا مش كلنا، انا وفاطمة مثلنا مع بعض. مش لازم اقول من كام سنة. من 10 سنين. طبعا شادي برضو اخويا الصغير، وانا بحبه ومؤمنة بيك فنان، وانا اللي طلبت منه ان هو يشغلني معاك، يعني انا بحب تجارب شادي. وانا كل المسرح اللي اشتغلته من بدايتي كله تقليدي، كله كلاسيكي، كله نص ليه اول وليه اخر وحدوتة. جديد ان انا اقف في وسط الشباب ومرعب عليا ومش عارفه ده هيتحسب لي ولا هيتحسب ضدي، ولا يعني انا مش فاهمه.
ده صح ولا غلط اللي انا يعني اللي انا عاملاه ده؟ هل الناس هيقولوا هي ليه جايه في وسط الولاد الصغيرين تقف، ولا هيقولوا كويس انها عندها الجرأة ان هي تعمل كده؟ فانا سايبه ده للحكم الجمهور. في نجوم كبار حضروا العرض المسرحي وشادوا بيه، كان اخرهم دلوقتي الفنان الكبير سامح السريتي، قبليهم فنانة سامح ايوب. طبعا بالمناسبة قالت انه لو ما كنتش جيت كان هيفوتني حاجة كبيرة. قالت ايه بقى على تكنيك المسرح وعلى شغل بتاع المسرح كاخراج؟ قالت انا قالت جملتين الحقيقة فكرة مميزة، انا اتبسطت بكل حاجة في العرض، لو ما كنتش جيت كان هيفوتني حاجة كبيرة. انا بالنسبة لي ده كافي قوي. وقالت لي يا اردا. انا فرحانة بموضوع لقب اردا ده جدا يعني. بنتمنى لكم التوفيق، وعايزين نشوف العرض التاني بعد رمضان ان شاء الله في العيد، وبرضو يبقى ارشكم ليه، وبالتوفيق دايما. القرش الابيض ينفع في اليوم، والقرش الابيض ينفع في اليوم لازم. شكرا شكرا.